من داخل نادي الزمالك برحب بيك كابتن طارق يحيى، وبرحب بكباتن ورموز نادي الزمالك الكبار، وبكل مشاهدينا في كل مكان موجودين داخل النادي لرصد طبعا اراء اعضاء الجمعيه العموميه اللي هيتواجدوا النهارده في نادي الزمالك لمشاهده مباراه اليوم بين نادي الزمالك ونادي بروكسي في دور ال 32 من بطوله كاس مصر، البطوله المحببه لجماهير القلعه البيضاء. اكيد يا كابتن طارق بنتمنى النهارده كل التوفيق لفريق نادي الزمالك، يقدم مباراه رائعة، يقدم مكسب بأداء ونتيجة تسعد كل جماهير الفارس الأبيض في كل مكان. خلينا دلوقتي نرحب بأعضاء الجمعية العمومية اللي مشرفين ومنورينا النهاردة. طبعا برحب بحضرتك، واللي بقى النهاردة شايف المباراة ازاي؟ بنرحب بيك يا خالد ونجوم الاستوديو والكابتن طارق يحيى نجوم الكبار. طبعا مباراة في غاية الأهمية على الورق مع فريق بروكسي، طبعا فريق لسه انشاء جديد وحديث اللعب في الكره، لسه بقاله 4 سنين، ولكن لازم نحترمه في الملعب، لازم نلعب برجوله، لازم نهتم بالفريق في الملعب هجوميا ودفاعيا. وطبعا خوان كارلوس اوزوريو المدير الفني عمل مباراه كبيره هجوميا قدام سيراميكا، وكان عامل ريست عالي في الناحيه الهجوميه، فنتمنى ان شاء الله نبقى احنا هجوميا زي المباراه اللي فاتت بطريقه 4-1 4-1، والناحيه الدفاعيه لازم ناخد بالنا عشان نحترم المنافس من اجل الصعود لدور ال 16 ان شاء الله. شكرا لك. طبعا برحب بيك على شاشه كرة الزمالك، قول لي بقى شايف النهارده المباراه ازاي؟ ان شاء الله الاول بنمسح على كابتن طارق وضيوفه الجمال، وان شاء الله احنا يعني احنا متعودين على الكاس، احنا بتوع الكاس ومتعشمين النادي الزمالك يعني يصالحنا ويقدم لنا مباراه كويسه زي ما عودنا، وعندنا ثقة كبيرة في لعيبتنا، وإن شاء الله هنروح مبسوطين بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. توقعاتك بقى ممكن مين يبقى نجم المباراة النهاردة؟ والله الزمالك كلها نجوم، ولكن أنا أعتقد يعني اتعودنا، بس أعتقد زيزو مش هيلعب النهاردة، فالموجود هيأدي إن شاء الله رب العالمين. شكرا. كابتن طارق يحيى، دي كانت طبعا بعض آراء طبعا الاعضاء الموجودين النهارده في نادي الزمالك اللي هيشاهدوا المباراه بين نادي الزمالك ونادي بروكسي. بالتاكيد يا كابتن طارق كل المفاجات وارده في بطوله كاس مصر، لكن ان شاء الله رجاله نادي الزمالك يبقوا على قدر المسؤوليه ويحققوا مكسب عريض وكبير النهارده يفرح كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. اكيد يا كابتن طارق من داخل النادي العوده ليك مره اخرى في الاستوديو، تفضل اليك الكلمه.